السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم فيديو خاص على تصاميم ديال بلوزات صيفية، تصاميم متنوعة بالألوان دارجين على الموضة كيف ما كتشاهدوا معايا، للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. غتشوفوا معايا في هاد الصور هادو تصاميم مختلفة كيف ما كتشوفوا هنايا في هاد الصورة هادي، وكاين هاد التصميم هذا باللون الأبيض، كاين كذلك هاد الموديل هذا كيف ما كتشوفوا كيجي بحال فراشه. هادو خارجين على الموضه هاد الصيف هذا الموسم 2022 في صالات متنوعين كيف ما غتشوفوا معايا في الصور. كاين هاد الموديل هذا كيف ما كتشوفوا، كاين هاد غوص فوشيا مع سروال جينز كيف ما كتشوفوا كيجي واسع الموديل ديالو. كاين هاد الموف مع الغوص، كاين كذلك هاد الاصفر كيف ما كتشاهدوا معايا حتى هو التصميم ديالو مختلف، وكاين هاد الشيبي هذا. تصاميم متنوعه اللي بغات تاخد افكار على حسب الفصاله، وبالنسبه للبنات كذلك اللي بغاو ياخذوا افكار على فصاله اللي بدرجه على الموضه هاد الصيف. كاين كذلك هاد الموديل هذا كيجي واسع ومستور بالنسبه للمحجبات، كاين حتى هاد الموديل هذا للمحجبات كذلك. كاين هاد الاصفر كيف ما كتشاهدوا معايا حتى هو تصميم مختلف في هاد الشيبي هذا، كيجيو مزيونين في اللبسه كيف ما كتشاهدوا معايا في الصور. وكاين هاد الموديل حتى هو كيجي واسع وبالطبيلات كيف ما كتشوفوا. هاد الغوص فوشيا كيجي بزضيفات وكيجي بديك التكريش على الكم. كاين كذلك هاد الموديلات هادو كيف ما غتشوفوا معايا في الصور. كاين هاد الاصفر بالنسبه للمحجبات كيجي بالكم، كاين كذلك هاد اللون هذا حتى هو للمحجبات. كاين هاد الموديل هذا كيف ما كتشوفوا كيجي رائع في اللبسه، وبالنسبه لهادو كيجيو بحال فراشات كيف ما كتشوفوا معايا. كاين هاد الموديل هذا للمحجبات وكذلك لغير المحجبات اللي بغات تنسقوا مع نوعيه ديال السراويل كيكونوا واسعين وكيجيو مستورين. كاين هاد النوعيه هذه كيف ما كتشوفوا، واحد الجهه كتجي كبيره على الاخرى، وكاين هادو بحال كيجيو بحال فراشه وفيهم ديك التكريش على الكتاف، فيهم هاد الاصفر كيف ما كتشاهدوا معايا. حتى هاد الموديل هذا حتى هو كيجي بحال الفراشه. كاين هاد الموديل هذا بالنسبه للمحجبات، كاين كذلك هاد النوعيه ديال الفصالات حتى هما دارجين على الموضه. هاد الموديلات كاملين اللي جبت لكم اليوم، اللي بغات تاخد افكار على الفصاله وكذلك اللوينات، ما تنساوش انكم تخليوا لي في التعاليق ان فيديوهات اللي بغيتوا تشوفوها على القناه، وما تنساوش كذلك تخليوا لي لايك الى عجبوكم هاد الموديلات اللي جبت لكم اليوم. مع السلامة حبيباتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، واكيد موديلات جداد. مع السلامة.